السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم يا رب سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين على خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. حلقتنا النهاردة هنعمل فيها وصفات حلوة جدا جدا ان شاء الله تنال اعجابكم، وصدقوني وعلى ضمانتي هتجربوها وان شاء الله نتيجة حلوة قوي قوي. قبل ما نبدأ ونعرف مع بعض وصفاتنا النهاردة هتكون ايه، تعالوا نفتكر مع بعض الأرقام اللي تقدروا تواصلوا معانا من خلالها. عندنا التليفون الأرضي 0900 910، والموبايل هيبقى 1710 والدولي بيظهر معانا على الشاشة. كمان نفتكر مع بعض التردد الجديد للقناة، علشان اللي لسه ما نزلهاش التردد 12054 رأسي، يلا اللي ما جابهاش يجيبها على طول. كمان عندنا البوست المثبت على بيج بي ان سي فود، البوست ده هيظهر دلوقتي معانا على الشاشة، حاولوا تشيروه كتير، اكتر حد هيشيره هيبقى له هدية كبيرة من بي ان سي، بالتوفيق يا رب للجميع. وهو ده البوست زي الفل. يلا بينا بقى نبدأ حلقتنا، والنهاردة عندنا ثلاث وصفات والتلاتة أحلى من بعض. هنعمل مع بعض النهاردة الكفتة بالبصل مكرمل. عايزة أقول لكم أنا يعني نزلتها من سنتين كده وعملت انقلاب على السوشيال ميديا، فبصراحة كل اللي جربها الحمد لله عجبته جدا. كمان هنعمل البوريك بالسبانخ، وبرده من الحاجات برده اللي لاقت استحسان كتير والحمد لله كل اللي جربها عجبته جدا. السبانخ من الحاجات او من الخضروات اللي الولاد بيستتقلوها شويه وفي كتير ما بيحبوهاش، النهارده هنعملها بطريقه كله هياكل السبانخ من غير ما يحس. عندنا كمان ثالث وصفه النهارده، وعلى يعني ده بناء على طلباتكم، هتبقى صوابع زينب. تمام، يلا بينا بقى نبدا الحلقه، وهبدا بالبوريك الاول عشان يلحق يستوي معانا. نقول المقادير النهارده، عندنا لفه من الجلاش، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكوبايه كبيره من الزبادي، ونص كوبايه زبده سايحه. الزبادي والسمنه والبيكنج باودر او الزبده والبيكنج باودر دول علشان توريق الجلاش. اما الحشوه معانا النهارده هتكون عباره عن ايه؟ صدرين من الفراخ متقطعين مكعبات صغيره جدا، وعندنا كمان كيلو من السبانخ الفريش متقطعه ومغسوله كويس طبعا، بصله مفرومه، 3 كوبايات جبنه مشكله بقى موتزاريلا وتشيدر ورومي اللي متوفر عندنا، هحتاج كمان معلقتين من الجبنه الكريمي، وملح وفلفل اسود. زي ما انتم شايفين كده المقادير سهله وبسيطه وبسرعه. يلا تعالوا نشتغل. هاخد الفراخ الاول وفي طاسه على النار هحط شويه زيت او سمنه اي حاجه، شويه مش كتير، وهسيبهم بقى يسخنوا كويس جدا جدا عشان ابدا اشوح قطع الفراخ. زي ما قلنا النهارده معانا صدرين فراخ مقطعينهم مكعبات صغيره عشان يبقى في الحشو سهل الاكل، القطع الكبيره هتبقى رخمه وبتشد. تمام، هستنى بس الزيت اللي انا حطيته يسخن كويس قوي عشان ابدا انزل قطع الفراخ، طبعا غسلينها كويس وهي سليمه صدور الفراخ، وبعد كده نشفناها وقطعناها قطع صغيره. تعالوا بينا يلا ننزلها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده انا نزلت قطع الفراخ، فردتها في الطاسه كويس جدا عشان كلها تبقى ملامسه لدرجه الحراره العاليه، وبالتالي تتشوح معايا من غير ما تجيب اي سوائل. احضر البصلايه والملح والفلفل، ومعانا تليفون. نسمه الو. الو، اهلا نسمه، ازيك؟ ايه الجمال ده؟ حياتي، تسلميلي. انا عايزه اقول لك على حاجه بس. اتفضلي. ما بعرفش اعمل اكل، اقسم بالله اقسم بالله اتعلمت كل حاجه منك يا روح قلبي، تسلميلي والله، ربنا يخليكي. انا بتكلم بجد والله، مش انا بس يعني، ده كلنا الحمد لله سبب في ان بنات مصر كلهم اتعلموا. انا قلبي والله المفروض تكرمك تسلميلي والله، ما تحرمش منك ابدا والله العظيم. كان هو ده هدفي في البدايه، هو ده الهدف الاساسي. انت رائعه، ميرسي يا روح. انت يعني رائعه رائعه. عايزه اسال سؤال بس ممكن؟ اتفضلي. اه طبعا اتفضلي. قدره قادر، ينفع الكريم كراميل الجاهز بوصفه حضرتك؟ هو ينفع، بس خليكي في اللي هو الطبيعي اكتر هيبقى احسن، هيديكي نتيجه حلوه جدا، بس التاني هينفع برضه.
هينفع؟ ميرسي جدا جدا جدا، وانا بحبك قوي قوي قوي. ميرسي يا روح قلبي، نورتيني واسعدتيني بكلامك، وما تحرمش منك ابدا ابدا. بمناسبه كلام نسمه، يعني هو فعلا البدايه، ودايما بحكي الموضوع ده، ان انا كنت مجوزه بنتين، والاثنين عشان اتجوزوا في الكليه فما كانوش عندهم خلفيه بالمطبخ غير نحمر بطاطس، اقصى حاجه بانيه ومكرونه كسمة الجيل كله. فلما بنتي اتجوزت، وكان في بنت من البنات بعيده شويه مش قريبه مني، فكانت ماما اعمل ده ازاي واشرح واعمل، ومن هنا جت الفكره، ومن هنا بدات اعمل فيديوهات صغيره علشان تبتدي ان هي تشوفها، وما شاء الله لقت استحسان كبير من الناس كلها، والموضوع انتشر. حسيت ده مردوده من بناتي اولا، بنات صحباتي، بنات جيراني، الموضوع وسع والدنيا بقت كبيره، بقت الكلام ده فعلا لما بسمعه ببقى فرحانه جدا، لان الحمد لله الحمد لله هي دي النيه، النيه ان نعلم بناتنا ويوصل لهم المعلومه بكل سهوله. فالحمد لله، وربنا كرم كرم كبير، وعلى نياتكم ترزقون. تعالوا بينا بقى نحط البصل بعد ما شوحنا كويس جدا الفراخ، وحطينا لها فلفل اسود، وما ننساش ان الملح ما ينفعش يتحط في البدايه طول ما الفراخ لسه ما استوتش، عشان هينزل ميه الفراخ، واحنا مش عايزين كده. يلا بينا بقى نبتدي نحط البصل بعد ما الفراخ اتشوحت كويس، ونقلب. ومعانا خالد. الو الو. ايوه، ازيك يا خالد؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ليك اي اسئله يا خالد؟ عايز اعرف طريقه البيتزا. البيتزا، انت في سنه كام يا خالد؟ انا في سته ابتدائي. قول لي بتحب تاكل ايه؟ اكتر حاجه بتحب تاكلها؟ المحشي ورق عنب. الله، يا سلام يا سلام، اعمله لك الاسبوع ده، ايه رايك؟ ماشي. ماشي يا خالد، تسلم، نورتني يا حبيبي، الف سلامه. برضو من الحاجات اللطيفة جدا لما بسمع ولاد وبنات صغيرين صغيرين مالهمش في المطبخ، مالهمش في حاجة، وبيتابعونا وبيتفرجوا علينا. بجد ببقى مبسوطة جدا جدا، ربنا يبارك لي فيكم واشوفكم احسن الناس يا رب. تعالوا بينا بقى، خلاص في البداية حطينا شوية زيت صغيرين، شوحنا الفراخ لغاية ما خدت اللون التمام، بعد كده حطينا الفلفل الاسود ولسه ما حطيناش ملح، نزلنا بالبصلاية المفرومة وشوحناها كويس لغاية ما دبلت. بينا بقى نحط السبانخ. زي ما قلنا في بداية الحلقة، السبانخ من الخضروات المفيدة جدا، بس ما بتلاقيش استحسان كتير من خاصة الجيل الجديد، ما بيحبش السبانخ اي حد. لا سبانخ لا، ما بحبهاش. فبصراحة انا عن نفسي في البيت عندي النماذج دي يعني، فعلشان كده فكرت اعمل لهم حاجة بالسبانخ ويحبوها ويقبلوا عليها. فكان البوريك ده بصراحة، وكان فعلا لأول مرة يعجبهم قوي، ما يحسوش اصلا هي سبانخ ولا حاجه، وياكلوا البوريك ويطلبوه تاني. فدي كانت حاجه حلوه جدا، عشان كده بقول لكم جربوه، ان شاء الله هيعجبكم جدا. حطيت انا السبانخ، احط دلوقتي الفلفل، الملح، حطينا فلفل، احط الملح بقى على قد كميه الحاجه اللي قدامنا. ومعانا يا جنة. الو، ازيك يا جنة؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ اه. بتحبي السبانخ يا جنة؟ لا بجد، ها بنحب السبانخ؟ طب الحمد لله، شطورة، برافو عليكي والله. عندك كام سنة قوليلي؟ ايه؟ عندك كام سنة؟ 8. 8؟ اه. ما شاء الله. بتحبي تاكلي ايه؟ ايه؟ بتحبي ايه اكتر الاكلات اللي بتحبيها؟ بحب البيتزا. تمام يا روحي، قولي لي، ليكي أي أسئلة؟ لا شكرا. ميرسي، نورتيني يا جنة والله، تسلمي لي. كويس، جنة بتحب السبانخ. أنا عايزة أقول لكم إن بقى يعني إيه، الأطفال والولاد صغيرين وهم صغيرين قوي، طالما ما فيش حد أكبر منهم بيقول بحب وما بحبش، فبيبقوا إلى حد ما نقول إيه، مطيعين وبياكلوا وبيحبوا كل حاجة، لغاية سن معين كده يبتدي بقى إيه، نقول إيه، التمرد بقى، انا باكل ده وما باكلش ده ومش عارف ايه. فيجي بقى الجيل اللي بعديه طالع، فيشوف اخوه او اخته بيقول الكلام ده، فيبتدي يقرر هو نفس الكلام، وانا بحب ده وما بحبش ده، ويبتدي بقى في الاسره بقى ايه، عشان نعمل غدا يجمع عليه جميع الاطراف، نقعد نعاني بقى علشان نعرف ده بيحب ايه وده
ما بيحبش ايه، لا نعمل ده ونخلي ده، وحاجات عجيبه كده. طبعا اللي بيسمعوني عارفين نفسهم. عندي حاجات كتيره في البيت، يعني عشان اعمل اكله مثلا فلازم اراضي فيها الكل، فبتبقى حاجه صعبه شويه كده. الدنيا تمام، السبانخ زمان شايفين خلاص دخلت في التسوية، محتاجة ان انا مخليش اي سوائل خالص معايا في الحشوة. زي ما اتفقنا اي معجنات، اي حاجة بنحشيها في المعجنات لازم يكون الخلطة الحشوة ايا كانت هي ايه تكون مستوية، ما يكونش فيها نسبة سوائل عشان ما تعجنليش المعجنات بتاعتي. والنهاردة هنستخدم الجلاش. تعالوا بينا بقى نحضر صاج، احط فيه شوية من الزيت صغيرين وابتدي اوزعهم. احنا كده تبلنا كل حاجه في الحشوه ومجهزين، بس السوائل اللي فيها تنشف وتبقى جاهزه معانا ان احنا نبدا نحشي. طيب وادي الجلاش جاهز معانا، والخلطه بقى اللي هنحشي بيها اللي هي عباره عن ايه، عندنا الزبادي، السمنه او الزبده، والبيكنج باودر. عايز اقول لكم ان الخلطه دي رهيبة، بتخلي الجلاش يبقى طري ما يبقاش ناشف، بتدي له طعم حلو جدا. نحط بقى البيكنج باودر ونقلب الكلام ده كله كويس مع بعض. يبقى زبادي، زبدة، حطينا ايه كمان، حطينا البيكنج باودر، وكده جاهزة معانا خلطة الدهن، والجلاش جاهز معانا، والصينية جاهزة معانا، فاضل لنا بس الحشوة. اتأكد ان الدنيا خلاص نشفت، ومعانا ام سليم. الو. الو، يا مساء الفل، ازي حضرتك يا شيف فاطمه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، اخبارك؟ الحمد لله تمام بخير يا رب دايما. يا رب يخليك. حضرتك كويسه؟ اه الحمد لله والله في نعمه، الحمد لله، تسلمي لي. يا رب يخليك. ايه القمر ده حبيبتي؟ ده من ذوقك، عينك اللي حلوه. يا رب يخليكي. تسلمي يا روح. لو سمحت يا شفاطمة، أنا عايزة طريقة المولتن كيك. عيوني، حاضر، نزله يا ريهام من فضلك، بس كده تأمرينا. تمام خلاص الحشوة بتاعتنا، نورتينا يا مسلم. الحشوة بتاعتنا خلاص جاهزة، هنستنى لما السوائل اللي فيها تنشف خالص. بعد ما تنشف هبتدي أرفعها من على النار. المفروض إن أنا أسيب الحشوة بتاعتي تهدى تماما، وبعد ما تهدى ابتدي اقلب فيها مجموعه الجبن اللي انا مجهزاها. وعندي كمان الجبنه الكريمي، ونقلب، بس ضروري نسيبها تهدى شويه. تمام، وبكده الحشوه جاهزه معانا. مش قادره اقول لكم ريحتها جميله قد ايه، وطعمها بيبقى حلو قوي، والسبانخ هنا خلاص يعني بتروح معالمها تماما. الولاد ما بيحسوش بيها خالص وبتعجبهم جدا جدا. ومعانا ياسمين. الو، يلا بينا بقى نشتغل. الو ياسمين، اهلا وسهلا، ازيك؟ ازي حبيبتي شيف؟ الحمد لله يا روح قلبي، اخبارك؟ الحمد لله، انا مبسوطه جدا انا بكلم حضرتك. يا روحي انا اكتر مبسوطه اكتر بجد. نورتينا. ميرسي، ومتابعه حضرتك من زمان، من ايام اليوتيوب بصراحه. والله؟ اه والله، لا كل وصفاتك جميله وسهله بصراحه. طب الحمد لله يا روح قلبي، قولي لي اكتر وصفه عملتيها وحسيتي كده ان انت منبهره بالنتيجه. لا بعمل حاجات كتير، يعني مكرونه بشاميل، وبعمل الصواجن حضرتك تعمليها. لا كل وصفاتك جميله بصراحه وسهله. تسلميلي. وبعرف اعملها بصراحه. ما شاء الله، تسلم ايديكي الحلوه يا روح قلبي. تسلميلي يا شيف. تسلمي. ليكي أي أسئلة؟ محتاجة بس أعرف طريقة سهلة للمولتن كيك عشان دايماً بتبوظ معايا بصراحة. عيوني، إحنا كده تاني مرة
او تاني طلب النهارده. طيب هننزل مقاديره، ولو قدرت الاسبوع ده حطه في السكريبت بتاع الاسبوع ده ونعمله مع بعض هيبقى افضل، تمام؟ عشان الموضوع يبان ايه عملي. نورتيني يا روح قلبي. خدتوا بالكم عملت ايه؟ انا دهنت ورقه ورحت قلبها الناحيه التانيه بحيث ان ما بين الورقتين كده خلاص مدهون، تمام؟ هبتدي ادهن تلتين الورقه دي. واقول لكم خلينا نعمل الطبقه او اللفه بثلاث طبقات من الجلاش عشان ناخد نتيجه حلوه كده ويبقى الجلاش مورق وباين معانا. خلاص كده، واروح برده ماسكه الورقتين وقلباهم على الورقه اللي تحتيهم. بقى كده في ثلاث طبقات من الجلاش مدهون ما بينهم، تمام؟ حلو قوي ثلاث طبقات عشان تدينا نتيجه كويسه. هاخد بقى ادهن اللي على الوش دي تلتينها بس، وهقول لكم ليه. وادي الحشوه، نجيب معلقه بقى عشان نبتدي نحشي. زي ما قلنا من اهم الخطوات هنا الحشوه بتاعتنا ما يبقاش فيها سوائل، نستنى اما الفراخ والسبانخ كل السوائل اللي فيهم تخلص، بعد كده اسيبها تبرد علشان ابتدي بقى احط الجبن والكلام ده كله وتظبط معايا. ومعانا نور. الو. الو، ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ كويس الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. منوراني يا روحي، اتفضلي. انا بحب حضرتك، انا بحب حضرتك قوي حبيبه قلبي، تسلميلي. كلك ذوق. انا عايزه بس طريقه البيتزا. البيتزا؟ عيوني. حاضر حاضر يا روح قلبي، نورتيني كده. طلب مننا كمان البيتزا مرتين. تعالوا بينا بقى نبتدي. احنا حطينا، شفتوا انا سبت جزء كده مش عليه الحشوه، مش عليه الدهان، وبعدين حطيت الحشوه. هبتدي الف رول عادي جدا واروح واخداه واحطاه في الصاج. القفله تكون لتحت عشان ما تفكش مني، يعني اخر جزء ده اللي بيبقى نهايه اللفه خليه تحت في الارضيه باين معانا. يبقى نهاية اللفة دي بتاعت الجلاش دي كده لازم تبقى في الأرضية عشان تفضل اللفة محتفظة بشكلها. نعمل واحدة كمان قبل ما نطلع فاصل. يبقى عندنا دهان اللي احنا بندهن بيه، بنورق بيه ورق الجلاش، بيبقى عبارة عن زبدة وعندنا كمان زبادي ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبنبتدي ندهن بيه. واروح واخده الورقه قلبها على اللي تحتيها عشان يبقى ما بينهم هما الاثنين الدهان فتورق معايا، وبكرر ده مرتين عشان يبقى معايا ثلاث ورقات واللفه تبقى الى حد ما الجلاش كده باين فيها. يلا هنقلبها، تمام؟ وبعدين اخر واحده دي اللي على الوش هاخد تلتينها بس. اللي بيحصل بعد كده ايه؟ بنخلص كل الكمية وبعد كده ببتدي اقطع الجلاش على حسب بقى الحجم اللي انا عايزاه، وادخل فرن يكون الفرن ده سخن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني لغاية ما ياخد الجلاش معايا اللون الذهبي من فوق ومن تحت، بنطلعه ونقدمه سخن بألف هنا، احلى بوريك في الدنيا. تعالوا بينا بقى نلف دي ونطلع فاصل على طول. زي الفل. يلا نقفل. هايل. والنهايه بتاعتنا بتاعت الجلاش لازم تبقى على ارضيه الصاج، وهكذا لغايه ما نخلص. بعد كده بسكينه وابتدي اقطع البوريك على حسب بقى الحجم اللي انا عايزاه، لازم يتقطع وهو طري قبل ما يدخل الفرن، لانه بعد ما بيدخل الفرن خلاص وبينشف بيبقى تقطيعه رخم شويه وبيتكسر مننا. وعلى الرف الوسطاني لغايه ما ياخد اللون الذهبي فوق وتحت، الفرن لازم يكون سخن قبل ما ندخل فيه.
كده نقدر نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. لكم تاني، عملنا البوريك بالسبانخ ودخلنا الفرن على درجة حرارة 180 وعلى الرف الوسطاني. نيجي بقى للوصفة التانية. عايز اقول لكم ان شاء الله البوريك ده هتجربوه هيعجبكم جدا. كمان الكفتة اللي هنعملها النهاردة، يعني الكفتة من الاطباق اللي بنقول عليها ايه، لا جدال عليها، كل الصغيرين والكبار حتى لو ما بيحبوش اللحمة كلحمة بس بياكلوا الكفتة. النهاردة هنعمل الكفتة بطريقة حلوة جدا جدا، ان شاء الله تجربوها اللي لسه ما جربهاش وتعجبه جدا. هنعمل النهاردة الكفتة بالبصل المكرمل. ما تيجوا بينا نقول المقادير ونعرف مع بعض الطريقة. مقدارنا النهارده هتكون عباره عن كيلو من اللحمه المفرومه، هنفرمها وشين ويفضل تكون حمراء عشان ما تخسش مننا قوي وتبقى كشه وصغيره. هنحتاج كمان كيلو لحمه يبقى كيلو بصل، هعمل نص كيلو لحمه يبقى نص كيلو بصل متقطع شرايح. غير البصل بقى الشرايح، عندنا بصله مفرومه، كوبايتين من الدقيق، ميه مغليه، معلقتين كبار من السكر، ده للكيلو لحمه، وملح وفلفل اسود. ويلا بينا. المقادير زي ما انتم شايفين سهله جدا جدا وما فيهاش اي حاجه. هبتدي اجيب طبق كده غويط علشان اعجن فيه الكفته. الكفته زي ما انتم شايفين كده ما فيش فيها غير ملح وفلفل وبصلايه. هحط بس الملح الاول وادي الفلفل والبصلايه المفرومه ناعم واللحم، وزي ما اتفقنا اللحمه تكون مفرومه مرتين، اللحمه تكون حمراء علشان ما تكشش مننا كتير اثناء التسويه. ونعجن بقى الكلام ده كله مع بعض كويس قوي. اعجني الكفته كويس علشان كل المكونات تمتزج مع بعض، كمان الياف اللحمه المفرومه تدخل في بعض وبالتالي ما تخليش الكفته مشققه ومفككه من بعضها. دي خطوه مهمه جدا. يبقى ملح وفلفل وبصلايه ونعجن كويس. بعد ما نعجن كويس هنبتدي نشكل الكفته كور متساويه. اجيب طبق بس كده ونشكلها بقى كلها قد بعض علشان كلهم ياخدوا نفس وقت التسويه، وفي الشكل العام يبقوا على السفره كده، مش واحده صغيره واحده كبيره. لغاية بقى ما نخلص كل الكمية. الكفتة دي نقدر نقدمها جنب ايه؟ جنب مكرونة بأي شكل هتبقى حلوة جدا، جنب رز معمر هتبقى حلوة قوي قوي، جنب رز بسمتي مبهر برضو هتبقى حاجة لطيفة جدا، يعني زي ما تحبوا. شوية سلطات وهتبقى أكلة لطيفة جدا جدا. كده أنا خلصت ومعانا محمد. ألو، يا مساء الفل. ألو يا محمد. ألو قفل؟ طيب حاول تتصل بينا تاني يا محمد. كده خلاص انا شكلت الكفته، هبتدي بقى على النار. عايزين ايه؟ عايزين نحط سمنه، زيت، اللي احنا حابين نستخدمه. نحط شويه كده عشان نبدا نشوح فيهم.
الكفتة، ونسيت حاجة مهمة جدا، قبل ما نشوح الكفتة على النار لازم أعفرها بدقيق. طيب خطوة الدقيق دي مهمة جدا، ليه بقى؟ علشان هتخلي قوام الصوص يبقى حلو تقيل، كمان هتدي لون حلو جدا للكفتة. تعالوا بينا نعفر الكفتة بتاعتنا بالدقيق، يعني ندحرجها كده بسيط. بالشكل ده وبكده تبقى جاهزة معانا. حطينا على النار شوية زيت صغيرين أو معلقة سمنة أو زبدة على زيت، أيا كان المادة الدهنية اللي انت بتحبي انك انت تستخدميها. ويلا بينا الزيت سخن، وهحط الكفتة عشان تتحمر. محتاجة ان انا احمرها، مش لازم اسويها. معانا تليفون، تمام، ونقول من الاول احنا عملنا ايه. في البداية اللحمة المفرومة زي ما اتفقنا مفرومة مرتين، لحمة تكون حمراء علشان اللحمة الحمراء بتحتفظ بقوامها، وزي ما بتشكليها بتلاقيها، انما اللحمة اللي فانت بالدهون عالية مجرد ان هي تنزل النار فبتلاقيها ابتدت الدهون تسيح وتخس وتكش الكفتية. تمام، يبقى لحمة حمراء مفرومة مرتين، ضفنا لها بصلاية مفرومة، ضفنا لها ملح وفلفل، عجناها كويس جدا جدا، شكلناها كور، دحرجناها في الدقيق، ونزلناها في شوية زيت صغيرين سخنين على النار علشان تبتدي تاخد لون وتتحمر. عايزين ندي لون كويس للكفته. وهجهز معايا البصل زي ما اتفقنا، كيلو اللحمه بياخد كيلو بصل، بصل متقطع زي ما انتم شايفين كده جوانح رفيعه، ومعايا نقول ايه معلقه كبيره من السكر، خلاص بلاش معلقتين عشان لو الناس في ناس بتحس كده بالسكر فبتتضايق، فمعلقه كبيره لكيلو الكفته او معلقه صغيره لنص كيلو الكفته. تمام، طيب البصل هنا هيبقى طعمه واضح قوي، لا مش بيبقى طعمه واضح بس بيبقى مدي طعم حلو جدا ولون حلو قوي قوي للبصل وللكفته. تمام، ومعانا عبير. الو الو، ازيك يا فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا عبير، عامله ايه؟ انا معجبه بيكي قوي ومتابعاكي من زمان، من اليوتيوب قبل حتى التلفزيون خالص. حبيبتي منوريني في كل مكان والله. الله يخليكي. انا كنت بسال حضرتك لما عملتي الكحك اللي هو بالسمنه مقدوحه قوي، انا بحس انك انت حطيتي الخميره في الدقيق. ما انا تاني يوم، لا هو مش عادي، انا في اليوم ده كان مش عارفه، كان في احداث كده مش لطيفه، وانا كنت طالعه يعني مش متظبطه قوي، فانا غلطت الغلطه دي، وتاني يوم قلتها، ثاني يوم على الهواء قلت انه ما ينفعش خميره، يعني طالما خميره او بيكنج باودر تمام ما ينفعش احط عليه حاجه سخنه، فالخميره تتحط مع الميه الدافيه تتضاف اخر حاجه في اللم الكحك. تمام، انا تداركت الموقف سريعا سريعا، حتى الطريقه اللي مكتوبه ونازله على السوشيال ميديا نازله مظبوطه والدنيا تمام. نورتيني يا عبير. ومعانا نوال. الو، اهلا وسهلا. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ منوره الدنيا حبيبتي قلبي. حبيبتي تسلمي لي، انتوا اللي منورين الدنيا كلها. مش لطيف اكتر من نسال والله، انما انت زي ما قال الشيف محمود، ان انت الاستاذ محمود ربنا باضافه للقناه. حبيبتي تسلمي لي يا رب. وفضلك والله، ربنا يعلم انا قاعده طول النهار قدام التلفزيون ليكم. يا روح قلبي منورانا، وده شرف لينا والله. ربنا يخليك، بتعلم منك كتير، انا عندي 80 سنه ما شاء الله، ربنا يديكي الصحه والعافيه. بتعلم منك كتير والله، يا روح قلبي انت الخير والبركه والله، ربنا يديك الصحة. نعم، بتعلم منك كتير والله، ربنا يخليك كلك وربنا يبارك. دعواتك يا روحي، دعواتك. شامل الجميع، والحاجه ام الحاجه ناديه تسلمي لنا كلهم والله، ربنا يكرمهم. ربنا يكرمك يا روح قلبي، يا عيني حبيبتي، شكرا ليكي. وبعدين هقول لك حاجه يا والنبي. اتفضلي. مره كانت قالت ان كل واحد اللي هو عايز يقول عليها، عشان يا ريت تعرف طلباتك. انا عايزه لو سمحتي، لو سمحتي قولي لها والله ربنا يكرمك. يا انا اسمي نوال زي ما انت عارفه. الو. ايوه معاكي. الو.
لو سمحتي اما عجان يا اما فرن يا اما غساله. طيب يا روح قلبي الكلام وصل خلاص، ربنا يا رب يرزقك الخير كله ونورتينا، ما تحرميناش من دعواتك ابدا. واحنا بنكلم الحاجه نوال كنا خلاص حمرنا الكفته واخدت اللون التمام، رفعناها من الصينيه ومكان تحمير اللحمه علشان نلم الطعم بقى اللي نزل من اللحمه واللون اللطيف، هنحط البصل، وعلشان اكرمل البصل هحط له معلقه كبيره من السكر، ونبتدي بقى نسيب البصل على النار لغايه ما ياخد اللون اللي نقول ايه البني الفاتح او الذهبي الغامق بدون اي اضافات. تمام، فانا هخلي بقى البصل على النار كده ياخد اللون التمام قبل ما ابتدي اشتغل تاني في الكفته. وتعالوا بينا قبل ما نطلع فاصل نقول احنا عملنا ايه بالظبط. في البدايه عجننا الكفته، وخليط الكفته هنا كان لحمه مفرومه حمراء مفرومه مرتين، حطينا عليها بصلايه مفرومه ناعم، ملح وفلفل عجناهم كويس كورناهم، وفي صينيه على النار حطينا شويه زيت صغيرين او معلقه سمنه او سمنه او زبده وزيت ايا كان المتوفر او اللي انت بتحبي تستخدميه، هيسخنوا كويس جدا، هننزل كور اللحمه او كور الكفته اللي احنا دحرجناها في الدقيق، وبعدين هحمرها. بعد ما تتحمر هنرفعها من الصينيه، ومكان التحمير هحط البصل اللي هو قد اللحمه المفرومه ومعاه معلقه كبيره من السكر، ونسيبهم على النار ومن وقت للتاني نقلب لغايه ما البصل يتكرمل وياخد معانا لون بني كده فاتح. ينفع نطلع فاصل؟ يلا بينا. طب ما تيجوا نبص على البوريك قبل ما نطلع. يلا ما شاء الله، بصوا معايا البوريك بدأ ينفش ويبتدي بقى يلون كده على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. تمام كده كله زي الفل معانا، ايه رأيكم بقى؟ هنطلع فاصل صغير خالص نرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، والبصل بيتكرمل على النار، كنا حطينا البصل مكان تحمير الكفته ومعاه معلقه من السكر، معلقه كبيره من السكر، هنقعد نقلب في البصل من وقت للتاني لغايه ما ياخد معانا لون ذهبي غامق او بني فاتح كده زي ما انتم شايفين. هسيبه كمان شويه وبعدين نرجع نشوف هنعمل فيه ايه تاني. وتعالوا بينا نشوف زينب وصوابعها. نقول المقادير وبعدين نشوف الطريقه مع بعض. ريهام، طيب انا كنت عايزه بس نقول نعرف بالظبط صوابع زينب بالاسم تسمى ليه. يلا بينا. مقاديرنا هتكون عباره عن كوبايه دقيق ونص كوبايه من السميد الناعم، السميد الناعم اللي هو دقيق البسبوسه اللي بدون اي اضافات، معلقتين كبار من النشا، وعندنا كمان معلقتين كبار من الزيت، رشه ملح، ونص معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره من الخميره، ونص كوبايه ميه دافيه، وزيت علشان القلي. عايزه اقول لكم المقادير ما شاء الله مظبوطه جدا جدا وتطلع معاكم هايله. الشربات بيبقى شربات صوابع زينب زيه زي شربات الزلابيه، زيه زي شربات بلح الشام، تقيل وبارد، تقيل بسمك العسل الابيض كده. هنحتاج كوبايتين من السكر، كوبايه ميه، عصير نص ليمونه، ومعلقه كبيره من العسل الابيض او عسل الجلوكوز علشان يمنع تسكير الشربات. ويلا بينا نقول مع بعض او نعمل مع بعض صوابع زينب. البصل عندنا على النار بتاع الكفته مش عايزين ننساه، من وقت للتاني ندي كده ايه تقليبه لغايه ما احس ان هو ده اللون التمام، وبعد كده ابدا احط بقى الكفته تكمل تسويتها. ادي تقليبه الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي، فاضل على اللون حاجه بسيطه كده عشان ابتدي انزل الكفته. بصه كمان على البوريك علشان ما ننساهوش ويتحرق مننا. الدنيا تمام ما شاء الله، لو باين معانا بصوا شكله بدا ياخد اللون الذهبي الجميل بس لسه عليه شويه. حلو جدا، يلا كله تمام الحمد لله. تعالوا بينا بقى نعجن صوابع زينب. هبتدي اخد الدقيق والنشا وكمان السميد، دول كده ثلاث انواع من الدقيق، دقيق سميد، نشا، وكمان دقيق عادي، ومعانا آية. الو ألو. ايوه مساء الفل، ازيك يا فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا آية عامله ايه؟
الحمد لله، انا بحبك قوي. ميرسي يا روحي، ميرسي، تسلمي لي. وماما واختي بيحبوكي جدا. تسلمي لي يا روح قلبي. انت عندك كام سنه يا ايه؟ انا عندي 13. ما شاء الله. لا كده احنا شاطرين وممكن نعمل حاجات بنفسنا في المطبخ، صح؟ وماما ان شاء الله هتعمل البوريك اللي حضرتك عملتيه النهارده. والله الف هنا يا روح قلبي، هستناكي بكره تكلميني وتقولي لي طعمه ايه. اتفقنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وانا عملت كتير من وصفاتك. عملتي ايه قولي لي بقى؟ عملت كيكة الشوكولاتة، الله، والبسكوت، وقدرة قادر. لا ما شاء الله، ده انت تخصص حلويات بقى، ايه الحلاوة دي؟ برافو عليكي. برافو عليكي يا ايه، نورتيني يا روح قلبي. ليكي اي اسئلة؟ لا انا كنت بسلم على حضرتك بس. نورتيني يا روحي، نورتيني، وسلميلي على ماما وتسلم ايديها يا حبيبة قلبي، ميرسي. نرجع لصوابع زينب، عملنا ايه؟ حطينا الدقيق العادي، دقيق السميد، حطينا النشا، حطينا كمان نص معلقه صغيره من الخميره ونص معلقه صغيره من السكر، وحطينا ذره ملح. خلاص كده كل المكونات الجافه اتقلبت مع بعض كويس قوي. قبل ما ابتدي اعجن هبتدي بقى احط الكفته علشان بس ايه ما ننساش. حلو قوي اللون ده كده، خلاص تحسوا كمان ان البصل لزق في بعضه بفعل السكر اللي احنا حاطينه. تمام، ان هتلاقي السكر طبعا داب وساح وابتدى يلزق لي البصل في بعضه ويدي له اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. كده دلوقتي اقدر احط الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، ننزل الكفته بكل الطعم اللي موجود في الطبق، كل ده لازم ينزل في الصينيه. تمام، وابتدي احط معاها حوالي كوبايتين من الميه المغليه علشان تبتدي الميه دي مع الغليان تنزل الطعم بتاع البصل وطعم الكفته، وناخد صوص بقى رهيب، وكمان تساعد الكفته ان هي تستوي كده. هايل. طيب احنا كنا حاطين الملح في اللحمه المفرومه واحنا بنعجنها عشان نعمل الكفته، اما الصوص ما فيهوش ملح، فدلوقتي احط شويه ملح على قد بس الصوص، وكمان شوية فلفل. كده الدنيا تمام جدا. يلا بينا بقى نغطي على الكفتة بتاعتنا ونسيبها على نار متوسطة علشان تكمل تسويتها، والطعم بقى كله يمتزج بقى مع بعض، طعم البصل مع السكر مع اللحمة كل الكلام الجميل ده، وناخد في الآخر نتيجة روعة جدا. يلا نغطي وعلى نار متوسطة ونسيب الكفتة تستوي. نرجع لصوابع زينب بتاعتنا ونبتدي نعجن فيها. قلبنا المواد الجافة، عندي معلقتين من الزيت هضيفهم، وابتدي افرك الدقيق مع الزيت. هتلاقي كده الملمس بقى عامل زي الرملة. تمام، شايفين؟ اشرب بس الزيت للدقيق. لا خلاص انا مش، بصوا يعني ايه، احنا دلوقتي هنبتدي نحط الميه. تمام، ونعجن حبة بحبة لغاية ما الاقي العجينة كورت ولمت معايا. موضوع سهل جدا، انت هتخلصي الحلقة حالا وهتقومي تجربيها وتدعي لي. خلاص عجننا او لمينا العجينه، حسينا كده ان القوام كويس، محتاجه شويه ميه صغيرين كمان. لو عايرتي نص كوبايه بالظبط هتطلع معاكي 10 على 10. تمام، هنا العجينه مش محتاجينها طريه قوي، عايزين عجينه كده الى حد ما متماسكه، ما تكونش طريه جدا. حاجه كمان مش محتاجين نخمر، اه حاطين خميره بس مش محتاجين ان احنا نسيب عجينتنا تخمر، مجرد ان هي ترتاح بس 10 دقائق ده كل اللي احنا عايزينه. تمام،
نعجن بس كويس الاول. شايفين العجينه الى حد ما متماسكه ازاي؟ عجننا بايدينا، مش محتاجين عجان ولا اي حاجه خالص. احط بس شويه ميه كمان، نعجن. تمام، بصوا العجينه بقت عامله ازاي، تحفه جدا. خلاص عجننا كويس، هنعمل ايه دلوقتي؟ هغطي عجينتي واسيبها بس 10 دقائق. مش عايزين العجينه تعلى وتخمر والكلام ده كله، مش محتاجين ده خالص، احنا عايزينها بس ترتاح. تمام، ادي إيه عارفين الحبه دول هيعملوا معانا كميه حلوه جدا، يعني المقدار صغير بس ما شاء الله بيطلع كتير. يبقى هنغطي عجينتنا ونسيبها تخمر في مكان دافي بعد ما عجناها. بعد كده مش هتخمر، سوري، تاني احنا قلنا ما تخمرش، هي ترتاح بس 10 دقايق ولا مكان دافي ولا اي حاجه، 10 دقايق في مكانها كده وعلى طول هنشتغل فيها. هبتدي اقطعها قطع متساويه، تمام، كور متساويه بالشكل ده، وبعد كده هشكلها. عندنا المصفى فين؟ طبعا كلنا، انا حبيت بس اوضح لكم الموضوع، ان عندنا في البيت كلنا المصفى بتاعه تحمير البطاطس، فهنستخدمها اول مبشره، اللي متوفر عندك هنعمل بيه. تعالوا بينا بقى نبتدي ناخد جزء من العجينة كده، تمام، ببططها على المصفى، بعدين أرجع لمها كده، تمام. شايفين التأثير والشكل؟ بصوا عامل ازاي، تحفة جدا. نعمل تاني، يبقى بنقطع، أهم حاجة تقطعي العجينة كلها بنفس الحجم علشان يبقى الصوابع كلها قد بعض. بناخدها على المصفى او على المبشره، ايهما اقرب او ايهما متوفر عندك في البيت، وبعدين نرجع نلم تاني ونلفها حوالين بعضها بالشكل ده، تمام، هتديكي التاثير الجميل ده. بصوا، طيب ما تيجوا بينا يلا نحط في الزيت شويه نحمرهم. الزيت لازم يكون سخن على نار متوسطه. ويلا بينا، بسم الله، لا محتاج يعني دقيقة، تعالوا نشكل واحدتين كده وبعدين ننزل في الزيت على طول. وزي ما اتفقنا، زي أي حلويات شرقية الشربات لازم يكون بارد، وهي طالعة من الزيت سخن تنزل فيه على طول، والشربات لازم يكون تقيل. التشكيل واضح معانا بكل سهولة، هتعمليه على طول. بسم الله، دي شبكت شويه، نرجع نكورها تاني ونعملها تاني، مفيش مشكله، تمام. اهم حاجه العجينه متماسكه، تمام، مش محتاجين هنا عجينه طريه والكلام ده، العجينه تكون متماسكه كده زي الفل. نعمل تاني، وما تسيبيهاش تخمر، ده من اساسيات نجاح صوابع زينب. وعايزين بقى نهني شيفنا، شيف مدحت، بخطوبته، ربنا يتمم له بخير. شيف مدحت الشيف المساعد في المطبخ، ربنا يتمم له على خير يا رب، وان شاء الله ربنا يسعده ويهنيه باذن الله، امين يا رب. يلا بينا نحط صوابع زينب في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمرها زي ما قلنا في زيت سخن على نار متوسطة لغاية ما تاخد معانا اللون الذهبي الجميل، ونطلعها على طول. شفتوا تشكيلها سهل وطريقتها كمان بسيطة. يلا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص، نرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وزي ما انتم شايفين كده صوابع زينب خدت اللون الذهبي، ولو انتم مركزين في الصوت هتسمعوا صوت القرمشه، تحفه.
لونها جميل جدا، يبقى التحمير في زيت غزير على نار متوسطة. تعالوا بينا يلا نرفع صوابع زينب من الزيت. وعلى طول وهي سخنة كده مجهزين الشربات التقيل البارد. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزلها على طول. تقلبتين بس في الشربات، تمام، علشان ما تبقاش شاربه شربات كتير ونقول عليها ايه مسكره بطريقه صعبه. وده بيرجع برضو على حسب الذوق، في ناس بتحب الحلويات مسكره مسكره، في ناس بتحبها يعني هاديه شويه، فاللي بيحبها مسكره قوي يسيبها شويه، اللي ما بيحبهاش يحبها سكرها خفيف. على طول تقليبه ونطلع على طول. اضافه معلقه العسل الابيض للشربات بتخلي كله تحس انك انت منزلاها فعلا في كله عسل ابيض، ريحه العسل الابيض. يعني انا شغاله دلوقتي شامه ريحه العسل الابيض، كان بالظبط كل اللي موجود ده عسل ابيض، مش سيرب تقيل ومتضاف له معلقه عسل ابيض بس. فضي بقى كده. تمام زي الفل. تيجوا بينا بقى نقدم صوابع زينب، ونقدم كمان الكفته. يعني عايزين نبص بص على الكفته كده، هي كفته طبعا استوت. بسم الله الرحمن الرحيم، هايل، هي كده زي الفل. هطفي النار، تمام، ونقدمها. تعالوا نرص صوابع زينب بقى مع بعض كده. بصوا ده الشكل اللي انا عملته معاكم واحنا على الهوا، تمام، ده اللي متشكل واحنا شغالين مع بعض. شكلي وحمري على طول عشان ما تسيبيهاش تخمر، هتسيبيها تخمر هتلاقي الرسمه راحت ونفشت نفشه مش حلوه. فعلى طول هتشكلي وتروحي منزله في الزيت مباشره. شايفين شكلها جميل قد ايه، يعني رسمتها باينه عن اللي كانت معموله ومتجهزه لنا. الرسمه ضاعت علشان خمرت شويه، عشان كده على طول اعجني سيبيها ترتاح 10 دقايق، شكلي على طول على طول حمري. يعني اوضح رسمه اللي معموله مع بعض اهي على الهواء، الرسمه بتاعتها واضحه جدا. والشربات تقيل عشان يحافظ لي عليها ما تتراش وتبقى كده مقرمشه وحلوه قوي. المقادير كانت سهله وبسيطه جدا، عايزاكم بقى تخلصوا الحلقه وتجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في صوابع زينب. ان شاء الله ان شاء الله تطلع معاكم 10 على 10 كده زي الفل، كفايه قوي، الدنيا تمام ما شاء الله. تعالوا بقى نرش عليها شويه كده من المكسرات، ده اختياري، ممكن شويه جوز الهند، ممكن من غير خالص زي ما انتوا حابين. دي كنا عاملينه قبل الهواء. خلصنا صوابع زينب، تعالوا بينا بقى نطلعها لقدام. طيب يلا بينا بقى يلا بينا ايه، يلا بينا نقدم الكفته. هينفع نقفل من غير ما ينفع كده؟ صح. يلا بينا بقى كفتتنا الحلوه. النهارده الوصفات كلها سهله، الوصفات كلها فعلا محتاجه ان هي تتجرب ضروري،
يعني ان شاء الله اللي يعرف يعمل حاجه من الحاجات دي النهارده وبكره ان شاء الله استنى تليفوناتكم علشان تقولوا لي عملتوا ايه. واخدين بالكم؟ انا مش قادره اقول لكم بقى على ريحه الكفته بجد، الريحه رهيبه، الصوص شكله حلو قوي. زي ما قلنا الكفته دي ينفع نقدمها جنب رز معمر هتبقى فظيعه، ينفع نقدمها جنب مكرونه، ينفع جنب رز بسمتي زي ما قلنا. ليكوا بقى مطلق الحريه، ساعات كتير بنبقى عايزين نعمل اكل يعني نواشف ما فيهوش خضار وما فيهوش الكلام ده كله، ونبقى محتارين وفي الاخر بترسى معانا على مكرونه وبانيه. فالكفته دي من ضمن الافكار اللطيفه جدا اللي يعني هتعجب كل اللي هياكلها ان شاء الله. ولا طعم البصل بقى والصوص فظيع صح؟ اه والله العظيم كان المفروض نعمل رز ابيض ونقدم. على فكره كمان بالعيش بتبقى حلوه جدا، بطاطس محمره بقى وعيش تحفه. وادي الصوص، بصوا بقى الصوص الجميل ده تحفه جدا ما شاء الله بجد. شايفين لمعه الكفته؟ بصراحه رهيبه. شمين يا جماعه ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله شمين ومطمنه عليهم. يلا بينا همسح بس الطبق وحط له بقى اي حاجه كده نلون الدنيا بجد. مش مشكله مروه مننا وعلينا، مش هتزعل مني. يلا خلاص بس نظبط الدنيا عشان الطبق بقى يطلع على السفره كده حاجه تفتح النفس. هو يفتح النفس من غير حاجه بصراحه صح؟ ده انا اللي غلطانه. بس كده، وده طبق الكفته بالبصل المكرمل. طبق بسيط سهل ما اخدش مننا حاجه. انتوا واخدين بالكم النهارده ان كل الوصفات معموله على الهوا، كله مستوي معانا. خدتوا بالكم كمان من البريك شكله عامل ازاي؟ عايز اقول لكم طعمه بيبقى جميل جدا جدا. ميرسي لمتابعتكم، ميرسي لكلامكم الحلو اللي دايما كده يعني رافع معنوياتي. يا رب دايما عند حسن الظن، ويا رب دايما كده مع بعض على طول. هستنى بقى التطبيقات ضروري بكره ان شاء الله، هستنى تليفوناتكم كمان وتقولوا لي عملتوا ايه من الوصفات دي وعجبتكم. صوابع زينب سهله جدا، مقادير عندكم في البيت، يلا قوموا على طول اعملوها وجربوها وقولوا لي رايكم. هستنى التطبيقات والتعليقات على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه وحاتي، والبيج بتاعتي فاطمه وحاتي بالعربي وبالانجليزي. كنت سعيده جدا معاكم النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.